السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد للجميع. اليوم غندير واحد الدرس جد مهم بالنسبة للفريناج مانيتيك، يعني لي فخان إلكترو إلكتريك. كومون سا فونكسيون ان فخان إلكتريك. سولوي لا سيت ان اون ريبريزونت ايسي ان فخان دان فخان. هذا سيت ان فخان مانيتيك اللي كتشوفوه، عندو ان ديسك موبيل وعندو ان ديسك فيكس ولا ان ارماتور الكترون ام، عندو واحد الهندانه باش كيفراني. هذا الفريناج الكترون الكتريك. وهنا عندنا الروسور، كاين واحد الروسور هو هنا، هذا هو الدور ديالو، هو هذا باش كيمشي ويجي لنا باش يمكن لنا يفراني. هذا الفريناج الكتريك. On va faire l'étude ici pour ce type de moteur frein. Ça, c'est le. On va faire des études sur les moteurs frein. Un moteur frein se compose d'un moteur normal, MSMA, auquel il adjoint un dispositif de freinage électromécanique. Les constitutions du système de freinage. Qui fait ce qu'il y a le freinage? الحوايج اللي كاينين فيه هاد لي كونستيتيون دو سيستيم فريناج هما هاد الحويجات اللي وريتكم هنا. هادو اللي كتشوفو هما لي كونستيتيون، هادو اللي هنا هما لي كونستيتيون ديال الفران. لو ديسبوزيتيف دو فريناج فورم ان انسامبل ميكانيك اي الكتريك. Électrique disposé de bout de moteur. Il comporte un ensemble de deux disques fixes et mobiles. واحد. عندنا جوج ديسك تاعهم. كاين ان ديسك فيكس هو et un disque mobile. Immobile. À surface de fixation plan. Les deux dispositifs seraient serré par l'intermédiaire des quatre ressorts. Il y a 4 ressorts ici. Il y a 4 ressorts qui sont ici. Et كل واحد عنده دور ديالو 4 ressorts qui sont ici. هذاك لو ديسبوزيتيف اللي كان داك الشيما اللي كنشرحها لكم دابا هنا. عنده 4 ressorts ها هما. Le frein comporte encore un électroaimant. عنده واحد électroaimant هاي. هذا سي لا سي الالكتروaimant هاي. كتشوف هي هادي. هادي هي الالكترو ايمون، هي هادي بالضبط. اي سون ارماتور، ان الالكترو ايمون اي سون ارماتور. الارماتور هي راكم شفتوها قبيله راني وريتها لكم، كاين هنا ان ارماتور ها هي فوالا، سا سي الارماتور هاي، هي هادي بالضبط. كتشوفها هنا. اون فافيغ لا ميز اون مارش. دابا غادي نديرو بحال اللي نديرو كيفاش نديرو امارش لا ميز اون مارش، كيفاش نديرو نحركو هادشي. ا لا ميز اون مارش سو طونسيون دو موتور ليليكترو ايمون ايليتي اكسيتي ايلي اتيري سون ارماتور. كتجر في هاد الضوء، في هاد الحاله هادي ملي كنعطيو الضوء لهاد ليكترو ايمون، ملي كنعطيو الضوء لهاد الكترو ايمون هادي، هاد الكترو ايمون شنو كيوقع لنا؟ على ميز دو طونسيون دو موتور الكترو ايمون، هنا ملي كنعطيو هادي الضوء الكترو ايمون، إلي كسيت إلا تيغي سون ارماتور، كتجر هاد الارماتور هادي، كتيريها عندها، سوكي، ومن بعد كتبلوكا، كيوقع البلوكاج، هذاك. بلوكاج اون سويت ايل فا سو ديبلوكي لو فران، كتحل وتطلق على الفران. لو موتور ليبري، لو موتور كتليبري هنا، هانت اون فا فيغ لو موتور اي ليبري دو سو فران، كيتطلق من داك الفران ملي كيتطلق الضو، ملي كيتقطع الضو الموتور كيتليبري كيتبعد، ما كيبقاش داك الفريناج بو تورني ليبرومون، كتولي الرويضة كدور ابيد. هذا راه كنديرو فريناج مانيتيك و
الكتروميكانيك، يعني فين السيارات اي حالات لك ولا في السكك الحديديه ولا شي حاجه، هذا هو الفريناج مانيتيك. كيفاش كيدير هنا؟ راه هذه راه كتعتبر بلاصه ديال الفريناج اللي كتكون اي سكه حديديه قطار اللي كنسافروا فيهم، هذا هو الفريناج مانيتيك ديالهم. كيفاش كيدار؟ كيفاش كيوقع الفريناج ملي كنبغيو نحبسوا التران ولا شي حاجه ولا شي انديسك ولا شي سياره ولا حافله بالالكتريك؟ اون ليتيليز سو تيب دو فريناج. هاد الدرس راه مهم، انتبهوا شويه، راه بالنسبه لي تكنيسيان راه هاد الفريناج راه ما غيلقاوش لا يعطيهم هاد المعلومات. انا كنعطي لكم هاد الشيء، راه عندي من التسعينات هاد الفريناج، الشيء هذا عندي، هاد الفريناج عندي، هاد الدرس هذا عندي في الفريناج قريته انا نقول في الثمانينات، التالي ديال الثمانينات، 86 88، ولكن بديت نخدم به في التسعينات. كومون صافي لاغي دو موتور، كيفاش كيدير يوقف؟ لو كوبور دو كورون سيفيكتو على فوا سور لو موتور، الضو كيتقطع، اي سور ليليكترو ايمون، على حساب الهنده اللي عندنا هنا، قال لك الضو ملي كيتقطع لنا ليليكترو ايمون هادي، وكيتقطع لنا هذا على الارماتور، لو روسور هذا اللي كتشوفوه هنا كيولي يطلق، ومن ثم كتولي العجله كدور ليبروم. D'abord, on va étudier l'installation du moteur de frein. Comment on va faire l'installation d'un moteur de frein? Le moteur comporte deux plaques à bord, deux plaques, l'une normale raccordée le réseau au stator, l'autre plaque complète quatre bornes, quatre bornes qui aboutissent au frein, donc tour de rhum ou au freinage. Voilà le schéma. C'est là, هذا الموتور، ça c'est le moteur. Première plaque هذه la plaque الاولى، وهذه la deuxième plaque. هما هذو اللي كتشوفو هنا، كاينه la première plaque، حنا هضرنا عليهم قبيله، première plaque، وهذه la deuxième plaque اللي كتشوفوها هما. première كل وحده عندها الروسور ديالها، والفريناج كيفاش كيدار؟ اذا الفريناج كيوقع لنا هنا في الارماتور، في هاد البايص هادو، ملي كيطوند هاد الروسور كيوقع لنا الفريناج. بروميير شيما هذا كاينه بروميير بلاك، كاين جوج بلايك اللي غادي ندوك البلايك اللي غاد لا بلاك ستتلاقى مع هاد لا بلاك دوزيام بلاك بهاد الروسور هذا. لابليكاسيون يوتيليزاسيون لو موتور فرين تروف سون يوتيليزاسيون دون توت لي جون جون دو ماشين اوتي اي اباراي دو ليزاج كي نيسيسيت de fréquence et stoppage de sécurité. C'est qu'on fait le Parmi ces appareils, on peut citer les machines automatiques déversées des portes, des ponts roulements, les cisailles à aiguilles à terre, les points roulements. Inverseur, inversion de sens de rotation des moteurs asynchrones préphasés. هذا الدرس الجاي ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم ديال لي انفيرسيون دو سونس دو روتاسيون دي موتور اسينكرون بريفازي. دابا فهمتوا هذا الدرس، هذا الفريناج، هذه هي الحاله فريناج الكتريك، اون لي زابير فريناج الكتريك. يعني كاين السيارات اللي كنقولوا عندهم اون دي كيل يا دي فوتور او دي فيكول نامبورت كيل ماشين تران او نامبورت كوا ايل بورت ايلز اون ان فرين ان فريناج magnétique ou électrique. Ce freinage, ça se fait avec ces deux plaques, première plaque et la deuxième plaque. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas de me rappeler ce que vous ne comprenez pas sur ce type de freinage. Si vous avez des problèmes à savoir, alors je peux vous aider. وكنعتذر من الناس اللي ما كيفهموش الفرنسيه بلي راني نطقت لهم القول ديالي. الناس اللي ما كيعرفوش في هذه الحالات هادو كلهم يتصلوا ولا يكتبوا تعليق ليا حول هذا الموضوع، اللي ما فهمش شي حاجه نشرح له.
وما تنساوناش ملي لايك ولي زابون، جزاكم الله خيرا. هاد المعلومات راه ما تلقاوهمش، راه ما كاينش اللي يعطيكم هاد المعلومات. والدرس الجاي ان شاء الله راه كاين شي حويجات عندي كتب، انا عندي كتب، عندي كتب مجهدين ديالي ديال الضو كنقرا فيهم. هادشي قريته ماشي عاد تنقرا، غير المهم كنخدم به. وساوناش ملي لايك ولي زابون، جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد للجميع.